طائرات اقتنتهم خطوط جوية الجزائرية هما 15 طائرة. أول طائرة ستوصل الجزائر بإذن الله في جوان من 2025، ونقتنيو من 2 إلى 3 طائرات كل سنة. هذا البرنامج الاقتناء كان مدروس من طرف فرق الخطوط الجوية الجزائرية لكي تدخل في حيز الاستعمال والاستغلال بصفة تدريجية باش ما يكونش فيه مشاكل أو أمور ما نتحكموش فيها ولا ما ناش مطلعين عليها. كاين فيه برنامج لتوسيع وتطوير عدد المطارات وعدد الوجهات ما بين المدن الجزائرية، المطارات الجزائرية فيما بينها بصفة أولى، واتجاه مطارات دولية أخرى بإذن الله. كانت على مستوى الجهوي والقاري أو كانت على مستوى وجهة دولية أخرى في قارات وبلدان أوروبية أسيوية، ولما لا بعد الضوء الأخضر اللي مد هنا صاحب معالي الأمريكا أو بلدان أخرى.